نهاركم ابيض بخطين حمر بلون تي شيرت النادي الملكي مدرسه الفن والهندسه. حلقه يوم الاثنين 14 مارس هكون مع حضراتكم على مدار 90 دقيقه، وحلقه جديده من برنامجكم وبرنامجنا نهارك ابيض على شاشه قناه الزمالك. الحقيقه ان انا كان نفسي كده اول يوم اطلع معاكم في بعد الماتش اقول مبروك، الف مبروك لكل جماهير الزمالك. عدينا من اول اختبار قاري حاسم في ثلاث اختبارات لا بديل فيهم عن الفوز زي ما كنا بنقول طول الاسبوع اللي فات الحقيقه، وابتدينا بقى ايه حملات الدعم اللامحدوده للفريق عشان خاطر نرجع اسم الزمالك الافريقي المعروف في كل انحاء القاره. لكن للاسف لعيبه الفريق خذلتنا، خسروا مره تانية في القاهره قدام جماهيرهم بقى المره دي. الحقيقة خرجت في صدمة من استاد القاهرة وهي بتشوف فريقها اللي كل واحد فيهم اسمه كبير جدا جدا مش قادرين يروحوا بفرصة خطيرة على الوداد، مش عارفين يكسبوا ماتش من أربع ماتشات في دوري أبطال أفريقيا. يعني فكرة إن أنا أبقى قاعدة بعد ماتش كارثي زي ده بتفرج اشوف ايه اللي بيحصل، بدل مثلا ما احنا كجمهور او عموما كلنا كاشخاص بتمثل نادي الزمالك بدل ما بنشوف ايه الحاجات اللي حصلت عشان خاطر نتخطاها، او اللعيبه يفكروا ايه الحاجات اللي احنا غلطنا فيها عشان خاطر نبتدي ما نعملهاش. لا ده انا لاقيه في حاجات عظيمه الحقيقه على السوشيال ميديا. ومناسبه السوشيال ميديا يا جماعه، احنا الفتره دي محتاجين نقفل على نفسنا اكتر من كده شويه، لانه بقى بيجري في دي ان ايه الزمالك كده بيجري جواه ان احنا كل الناس عارفه اننا كل حاجه. احنا ما عندناش اوبشن ما خفي كان اعظم، لا احنا ما عندناش حاجه خافينها، ما عندناش كواليس، احنا ما فيش كواليس، احنا فاتحين الستاره. كله اللي بقى يخصه نادي الزمالك هو ما يخصهوش بقوا بيتكلم عن نادي الزمالك. بدل ما الاقي اللعيبه بيبتدوا كده يعيدوا حساباتهم تاني ونشوف احنا قصرنا في ايه في حق نادي الزمالك، قصرنا ازاي في حق الجمهور، لا ده انا لاقيه حاجات مش وقتها. فاكرين يا جماعه لما طلعت اتكلمت معاكم بعد ماتش فيوتشر وقلت ان احنا ناقصنا الجرينتا او الروح بتاعه الزمالك، روح اللعيبه فيها حاجه غلط. قعدنا حتى نفكر مع بعض لو تفتكروا، طب تفتكروا مثلا ملف التجديد هو اللي عامل كده؟ هو اللي مخلي لعيب لابس تي شيرت نادي الزمالك مش مقدر قيمته في الملعب بيلعب بالشكل ده لمجرد انه دماغه في حته تانية؟ قلنا ده لازم ما يكونش موجود ايا كان مين. يعني دلوقتي انا قاعده معاكم اهو، لو انا اخر يوم ليا مثلا اسبوع انا هفضل بتكلم بالشكل اللائق، الشكل اللي يليق بجماهير نادي الزمالك لحد اخر يوم ليا. ده انا لقيت بقى ملف التجديد دخل في حاجه تانية كمان، دخل في اصابه، موضوع طارق حامد اللي كله بقى بيتكلم عليه ومحدش فاهم الحقيقه فين الحقيقه، او يمكن في شويه نقط محتاجه تتحط كده. انا دلوقتي هسال شويه اسئله كده بتدور في بالكم وبتدور في بالي، لان احنا لسه لحد دلوقتي مفيش توضيح من المصدر المسؤول والمصدر الموثوق اللي هنفهمه او هنعرفه بعد الاسئله. اول سؤال، هل طارق اتصاب؟ طارق اتصاب. طيب سؤال الناحية التانية، طارق غايب داخلين في حوالي 8 أسابيع. طب السؤال بقى، هل الإصابة اللي اتصابها تحتاج 8 أسابيع غياب؟ طيب طارق رجع التمرين؟ طارق رجع التمرين يوم كام؟ يوم 5/3، النهاردة 14/3. طب هل طارق رجع التمرين وهو مش جاهز؟ طيب السؤال بقى الناحية التانية، مين المسؤول عن ده؟ دكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول. طب نرجع بقى كده للهيستوري أو اللي احنا عارفينه عن دكتور محمد أسامة. دكتور محمد أسامة احنا شوية كنا بنتحايل عليه يرجع سيسي، فاكرين؟ وهو ما كانش راضي غير لما اللعيب يكون جاهز 100%. فدي سياسة دكتور محمد أسامة. طيب دكتور محمد أسامة بناء على قول مستشار مرتضى منصور قايل ان طارق جاهز للمشاركه واتعافى، كان اتصاب واتعافى. طيب الناحيه الثانيه ارجع لكم بقى، طارق شخص مفيش قيل وقال عليه. طارق في الملعب قائد زي ما بنطلع نتكلم. مين المسؤول عن ده؟
مين الوحيد اللي ليه الحق ان هو يطلع يتكلم ويرد بناء على وجهة نظره اللي هو شايف ان طارق تعافى ويقدر ان هو يشارك؟ يمكن طارق عنده اسباب تانية مش حابب ان هو يشارك بسببها احنا مش عارفينها. طارق تاريخه مشرف، طارق ليه كريدت عند الجماهير كتير قوي. انا ليه بعمل معاكم كده؟ ليه بعمل 1 تو 1؟ عشان خاطر اوريكم كل الاتجاهات، كل حاجة بتيجي في مخ كل الجماهير انا معاكم اهو بعرضها قدامكم على الترابيزة. مين بقى اللي يقول لنا الفيصل؟ هو دكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الأول لكرة القدم. لا دكتور تاني ولا دكتور في فريق تاني ولا دكتور المنتخب، مع احترامنا لجميع الدكاترة، هو دكتور محمد أسامة اللي بالمناسبة احنا برضو عارفين ملوش في اللغط، يعني هو ملوش ان هو ايه يطلع يتكلم وفيه كده يعني حوارات وفيه، لا هو هيطلع يتكلم بهدوء يوضح لنا كل الأسئلة اللي أنا سألتها قدامكم دي. فبعد إذنكم نستنى رد المسؤول الوحيد والأوحد عن قصة طارق حامد اللي ليها علامات استفهام كتير قوي الحقيقة، كتير قوي. طيب نرجع بقى، دي قصة طارق حامد، نرجع بقى تاني لقصة إنه بيتم إعلان خروج 3 فرق وبس من دوري الأبطال لغاية دلوقتي، منهم بقى الزمالك. تخيلوا الزمالك باسمه وتاريخه بيتساوى مع ساجرادا الانجولي وجالكسي البوتسواني وباقي الفرق كلها عندها فرص وامل ان هي توصل للدور الثاني. فالحقيقه انا حاسه يعني باحباط وحاجه مخزيه جدا الحقيقه. انا بطلع اقول لكم حاجه زي دي بس للاسف ده واقع. بس على العموم يعني اعتقد كل الناس قالت الفتره اللي فاتت يعني كل حاجه، بس انا بس كنت عايزه اقول اللي جوايا. انا كنت عايزه اطلع افضفض معاكم الحقيقه لانه انا التزمت الصمت عموما حتى على السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت، كنت عارفه اطلع اقول ايه. بس خلينا نفكر في بكره، نبتدي مره تانية نشوف كده احنا عندنا ايه نقدمه اصلا المرحله اللي جايه. بخصوص بقى المرحله اللي جايه، انتوا عارفيني مش بطول كتير قوي في الماضي، بس للاسف المره دي في وقفات كتير قوي عشان خاطر نعرف اصلا نتكلم في اللي جاي. الحقيقه لازم اقول ان مجلس اداره النادي حسم تماما فكره التجديد لبعض اللعيبه اللي اتقال اساميهم طبعا امبارح، والموضوع اصبح منتهي تماما. زي ما قلت، زي ما بقول، اللي ما يقدرش الزمالك وما يقدرش اسم الزمالك هو اللي خسران. وزي ما قلنا احنا هنا بننقل رد فعل الشارع الزملكاوي. انا هنا بتكلم معاك وكأننا كلنا كده قاعدين في حتة وبندردش مع بعض، بنسأل اسئلة احنا عايزين اجابات ليها. جمهور الزمالك اللي غضبان جدا الحقيقة من خروج الافريقي المغزي، وهقول مغزي كتير قوي النهاردة، على ملعبنا وقدام جماهيرنا. لو هنيجي نفكر في المرحلة اللي جاية، فاحنا خلاص احنا هنلعب مع بيترو في لواندا يوم السبت، طبعا ماتش تحصيل حاصل، وهندخل بقى بعديه في فترة توقف دولي لنهاية الشهر عشان خاطر منتخب مصر هيلعب مواجهتين مع السنغال في ختام تصفيات المونديال، بعد كده هنلعب مع ساجرادا في نهاية مرحلة دوري المجموعات في القاهرة برضو، وبرضو مباراة شرفية للأسف. مطلوب شغل كتير جدا من جانب الجهاز الفني بقيادة مستر فيريرا، يعني اكيد اكيد هنشوف تغييرات كتير هتحصل بعد الفتره اللي فاتت دي، هنشوف تغييرات هتحصل الفتره اللي جايه، اكيد هيكون في اكتر من عنصر جديد من فرق 2001 و2003 ناشئين بقى بتوعنا. اللي هقف هنا برضو ثانيه واقول يا جماعه ما ينفعش نصدر نغمه ان لا معلش احنا في مشاكل مع شويه لعيبه في الفريق الاول فخلاص احنا نلعب بالناشئين، ما ينفعش احسسهم بكده، ما مش هينفع احسس الناشئين احنا مضطرين نلجا لكم، لا دول مننا. ما هو بقى احنا لما نصدر لهم النغمه دي وما نلاقيش روحهم، ما نلاقيش ادائهم اللي احنا متعودين عليه، زي برضو ما حصل الفتره اللي فاتت، ايه ده مين دول؟ دول مش ناشئين نادي الزمالك. ما انت على حسب بتستخدمهم ازاي، على حسب انت مفهمهم او انت معتمد عليهم باي شكل، لازم يكون ليهم دور في الفتره اللي جايه حتى لو كان تواجدهم بشكل مش اساسي. لكن على مدار التاريخ في لعيبه كتيره جدا جدا من ولاد نادي الزمالك لعبوا للفريق الاول عمرهم 18 و19 و20 سنه وكانوا حاجه فوق العظمه.
وعلى فكرة أنا مش شايفة أي لازمة إنه يتم حدوث بعض التغييرات في الفريق الأول، خصوصا إنه يعني خلاص إحنا بنسبة كبيرة في لعيبة قررت إن هي تمشي أساسا من الفريق ومش عايزة تجدد عقودها، يبقى الأفضل إن إحنا نستفيد باللي موجود معايا. شوف بقى إحنا هنعمل إيه باللي موجودين. وعلى فكرة هي كلها وجهات نظر، يعني انا بقول وجهه نظري، انتوا ليكوا وجهه نظر، ما حدش بيجتمع على حاجه. وارد جدا اصلا الجهاز الفني قرر ان هو يعتمد على بعض اللعيبه بعينهم، وارد جدا انه يتم استبعاد البعض، لكن هو في الاخر هيكون مسؤول امام الجماهير وامام مجلس اداره النادي عن نتائج الفريق في بطوله الدوري. نتكلم على الورق، الموسم لسه ما انتهاش، احنا لسه فاضل لنا دوري. الدوري ده اللي هو احنا بنحمل لقبه، مطلوب ان احنا ندافع عنه بكل قوه. بقالنا كاسين واحد وصلنا فيه للسيمي فاينل، وطبعا محدش يعرف مصيره الا الله ولجنه المسابقات في اتحاد الكوره. التاني بقى هنبتدي فيه قدام الداخليه مشوارنا نحو اللقب. اتمنى الامور تتعدل او تتعدل ايهما اقرب الفتره اللي جايه. وعلى فكره احنا دورنا هنا هيكون نقل وجهه نظر الجمهور الزملكاوي اللي أو إلى أن يحدث العكس من جانب لعيبة الفريق ومحاولة يمكن مصالحة الجماهير في ماتشات الدوري. وعايزة أفكركم بحاجة برضو، الزمالك في 2014 كان بيمر بمرحلة تغيير جلد كده زي ما بنقول، مرحلة كبيرة جدا، قدرنا وقتها أن احنا نبني جيل قوي من اللعيبة المميزين الجعانين كورة، ناخد بقى بطولات كتيرة بعدها، بداية من الدوري والكاس مع مستر فيريرا نفسه، غير الكؤوس، كؤوس السوبر المحلي والقاري والكونفدرالية، وان احنا نقرب من منصات التتويج لدوري الابطال مرة واتنين، لكن سوء التوفيق حرمنا من معانقة اللقب. يعني اللي انا اقصد ان انا اقوله ان الزمالك زي ما صنع جيل قوي مرة واتنين، لا وعشرة على مدار تاريخه، يقدر ان هو يصنع جيل قوي الصيف اللي جاي. عشان كده الميركاتو اللي جاي ده بالنسبة للزمالك هيكون في منتهى الأهمية ومصيري جدا جدا. بس لحد بقى ما الصيف اللي جاي ده يجي وموسم الانتقالات، لازم كل الموجودين سواء باقيين معانا أو ماشيين يحاولوا يختموا السيزن بشكل مشرف ليهم هم، ويعوضوا بقى نفسهم قبل الجمهور كمان عن الصورة السلبية البهتة اللي ظهر بيها الزمالك بقيادتهم في البطولة الإفريقية. إن شاء الله تعدي الأمور على خير، والزمالك كتير مر عليه الحقيقة كبوات عمرها ما هزته. صحيح أثرت عليه، أثرت عليه بالسلب، بس الأكيد والجميل إن هو كان بيخرج منها أقوى من الأول. هكذا اعتدنا من ومع القلعة البيضاء. عايزة أقول إن النهاردة في الفقرة الحوارية هنروح لحاجة مهمة جدا، هيكون معانا دكتور محمد المهدي طبيب التغذية بمنتخب مصر للشباب سابقا، حديث بقى عن فترة عمله في المنتخب، أهمية برامج التغذية الموضوعة للعيبة والرياضيين. موضوع مهم جدا الحقيقة، بنحب إن احنا نتطرق ليه ما بين الحين والآخر، ومش بس الرياضيين بالمناسبة، لا ده كل الفئات الحقيقة محتاجة إن هي تعرف أكتر في نظام التغذية، لأن معظم الأمراض والأزمات النفسية حتى بتيجي من عدم انتظام الطعام أو البلدي كده اللخبطة اللي احنا بنلخبطها في الأكل. دلوقتي خلونا نستعرض معاكم كل الجديد على الساحة الرياضية في فقرة اقرا الخبر. البداية كالعادة مع نهارك زملكاوي، وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه هو بيعتذر لجماهير القلعة البيضاء لدرجة أنه ممكن يعني يقبل رأس كل واحد منهم بسبب المستوى المتدني للفريق، ويتجاوز بعض اللعيبة في حق جماهير الزمالك اللي صنعت اسمهم. أضاف رئيس النادي خلال المؤتمر الصحفي اللي عقده لتقديم الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة مستر فيريرا، وقال أعتذر للجماهير وحقكم علينا، مفيش حد هيفلت من العقاب، نحن تسلمنا ثلاث فرق وليس فريق واحد، ولن أتراجع عن أي قرار اتخذته. تابع كمان المستشار مرتضى، لن أجدد لطارق حامد أو أشرف بن شرقي أو أناجم أو محمد أبو جبل، كل اللعيبة اللي بتنتهي عقودهم ليهم كل التقدير، ولكن لن أجدد ليهم. أضاف أن هذا القرار تم اتخاذه من قبل المباراة الأخيرة أمام الوداد، ولكنه قرر الإعلان عنه بعد المباراة الأخيرة.
أعرب أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك عن سعادته بتولي البرتغالي فيريرا تدريب الفريق، موضحا أن تشكيل الجهاز الفني النهائي بيضم كل من جوزوالدو فيريرا مدير فني، أسامة نبيه مدرب عام، وجوزيه رويل أجواش مساعد، وأندري أوليفيرا مدرب أحمال، ودانييل جونزاليس محلل أداء، وأحمد عبد المقصود مدرب مساعد، وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى. كمان أشار أمير مرتضى لأن راتب الجهاز الفني قيمته 107,000 دولار لجميع أعضاء الجهاز الفني، والتعاقد لمدة موسم ونص باقي الموسم ده والموسم اللي جاي بإذن الله. كمان أوضح أمير أن العقد بيتضمن شروط أو شرط جزائي في الموسم اللي جاي عبارة عن راتب 3 شهور، وبينص على وجود مكافآت خاصة للجهاز في حالة الفوز بالدوري أو البطولة الإفريقية أو الكاس. أكد البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق أنه لم يتوقع العودة مجددا للعمل في مصر خلال الفترة الحالية، وأوضح المدير الفني للفريق أنه هو يتواجد هنا بكل راحة وسعيد بعودته مرة تانية. شدد على أنه هو بيعمل في التدريب منذ 47 سنة، ولكن دعوة الزمالك ليه كانت ليها كل ود وتقدير. كمان أكد فيريرا أنه هو عارف كويس بوجود مشاكل في الزمالك، ولكنه قرر الموافقة على تولي المسؤولية لأنه هو بيحب المهام الصعبة، مضيفا كمان أن كل المساعدين اللي جم معاه في كفاءة أو على كفاءة عالية وقادرين على صانع أو صنع الفرق، وهيكونوا مجموعة عمل من أجل أو هيكونوا مجموعة عمل من أجل الوصول للنجاح. فيريرا أضاف كمان أنه كانت عنده فرصة أن هو يرى جماهير الزمالك في المباراة الأخيرة، لأنه في فترة ولايته الأولى لم تكن الجماهير في المدرجات ولكنه كان يشعر بدعمهم، موضحا أنه هو تلقى العديد من الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل كل المحبة والتقدير. كمان تابع فيريرا وقال أن لعيبة الزمالك شعروا بأن الأمور لم تكن جيدة، شعروا كمان بحزن الجماهير في المباراة اللي فاتت، عشان كده شدد فيريرا على ضرورة اتحاد أسرة الزمالك من أجل هدف واحد وهو الفوز بالدوري والكاس والتأهل لبطولة أفريقيا اللي جاية بإذن الله. مستر فيريرا أكد كمان في تصريحاته امبارح أن كل عضو بالجهاز المعاون هيكون ليه أكثر من دور في الفترة اللي جاية. أضاف المدير الفني للزمالك أنه هيتم تقسيم اللعيبة لأكثر من مجموعة نظرا لوجود 37 لاعب في قائمة الفريق. هيكون هناك مجموعة تحت قيادة أسامة نبيه ودانييل جونزاليس من أجل توصيل الفكر الفني الصحيح لكل لاعب. شدد على أن الجميع هدفه مصلحة الزمالك، مضيفا أن الفريق الأبيض من أجل المنافسة على الدوري والكاس والعودة للمشاركة في بطولة الدوري أبطال إفريقيا. أما روي أجواش مساعد البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق فأكد على سعادته بالتواجد في نادي كبير بحجم القلعة البيضاء. قال كمان أجوش أنه أعد جماهير الزمالك أو أعد هو بيوعد جماهير الزمالك بأننا نعمل بقوة من أجل إسعادهم خلال الفترة اللي جاية. شدد على أن هو بيؤيد حديث البرتغالي فيريرا المدير الفني وبيتفق معاه بخصوص ضرورة اتحاد كل عناصر الفريق، لأن الفترة اللي جاية تحتاج تكاتف جميع الجهود من أجل إعلاء اسم نادي الزمالك. في مران الفريق الأخير عقد مستر فيريرا المدير الفني للفريق جلسة مطولة مع اللعيبة قبل انطلاق مران امبارح استعدادا لمواجهة باترو أتلتيكو الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا، وتحدث فيريرا عن بعض الأمور الفنية الخاصة باللقاء السابق أمام الوداد المغربي والأخطاء اللي وقع فيها الفريق. طالب كمان المدرب البرتغالي من اللعيبة التركيز والعمل الجاد والالتزام بالتعليمات المطلوبة من لاعب الفريق. أكد كمان المدير الفني لجميع اللعيبة أن هناك تحديات قوية منتظرة خلال الفترة اللي جاية، ويجب على الجميع الاتحاد والعمل أكثر من أي وقت فات. شرح المدرب البرتغالي في حضور مساعديه بعض الخطط التدريبية الخاصة بالاستعداد للمباراة اللي جاية. خاض لعيبة الفريق اللي شاركوا في مباراة الوداد الأخيرة فقرة تدريبات تأهيلية خلال مران امبارح تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال، وأدى لعيبة الزمالك تدريبات الجري حول الملعب لمدة 10 دقائق، وبعدها خاض اللعيبة تدريبات بدنية واستشفائية باستخدام الأدوات الرياضية. حرص البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق على متابعة المران الخاص بالمجموعة دي، وخصص الجهاز الفني للمجموعة فقرة تدريبات خفيفة بالكورة، وتم أداء الوحدة التدريبية في جزء صغير من الملعب من خلال التمرير بشكل سريع وبطيء ما بين اللعيبة.
امبارح كان في جلسة سريعة ما بين البرتغالي مستر فيريرا المدير الفني للفريق والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي خلال مران امبارح، وجات الجلسة من أجل الاطمئنان على كافة الأمور الطبية الخاصة باللعيبة وسلامتهم قبل مواجهة بيترو أتلتيكو في دور أو في دوري الأبطال. كمان التنسيق ما بين فيريرا وأسامة فيما يخص البرامج البدنية والتأهيلية اللي هيتم تخصيصها للعيبة. وأخيرا قام لعيبة الفريق بأداء فقرة تدريبات خططية وفنية على هامش المران امبارح استعدادا لمواجهة بيترو أتلتيكو الأنجولي يوم السبت. كمان شارك في الفقرة دي اللعيبة البدلاء والمستبعدون من لقاء الوداد المغربي الأخير، حيث تم تنفيذ بعض الجمل الخططية الخاصة واللي تابعها الجهاز الفني ومنح كافة تعليماته خلالها. دي كانت أخبار الزمالك. بعد ما خلصنا أخبار الزمالك خلونا نطلع لفاصل قصير ونرجع بعديه على نهارك عالم. نبتدي نهارنا العالمي النهارده من عند الليجا الاسبانيه اللي بيواصل فيها تشافي مع برشلونه صناعه الجمال والمتعه والشغل العالي الحقيقه. امبارح بيكتسح برشلونه ضيفه اوساسونا 4-0، بيواصل عروضه القويه تحت قياده تشافي. سجل رباعيه البارسا فيران توريس هدفين وبامبانج هدف واللاعب الشاب ريكارد بويج. بالانتصار ده رفع برشلونه رصيده ل 51 نقطه في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا بفرق 12 نقطه عن الريال المتصدر وخمسه بس عن اشبيليه الثاني اللي خاض مواجهه ازيد من برشلونه كمان ازيد من برشلونه. اما الناحيه الثانيه فتجمد رصيد اوساسونا عند ال 35 نقطه في المركز ال 11. برشلونه حقيقه مقدم سلسلة ماتشات ولا أروع تحت قيادة تشافي ومحققين الفوز في 4 ماتشات على التوالي في الليجا. قدروا إن هم يصعدوا المركز الثالث بنفس عدد نقط أتلتيكو مدريد، لكن كمان لبرشلونة مباراة أقل، وبالتالي كل المؤشرات طبعا بتقول إن احنا هنكون أمام كلاسيكو ناري جدا في كورة حلوة قوي ما بين البارسا والريال يوم الحد اللي جاي. نسيب الليجا ونروح للبريمير ليج اللي حقق فيه ارسنال فوز مهم جدا على حساب ليستر سيتي. ارسنال فاز 2-0 في المباراه اللي اتلعبت على ملعب الامارات معقل الجانرز. سجل ثنائيه المدفعجيه توماس بارتي في او من ركنيه في الدقيقه 10، اما الهدف الثاني سجله الكسندر لاكزيت من ضربه جزاء في الدقيقه 59. بالفوز ده أرسنال بيتقدم في جدول ترتيب البريمير ليج للمركز الرابع برصيد 51 نقطة في 26 مباراة، وبيقترب جدا من حجز مقعد من مقاعد دوري الأبطال الموسم اللي جاي على حساب مانشستر يونايتد اللي عنده 50 نقطة من 29 مباراة. يعني أرسنال ليه 3 ماتشات أقل ومتقدم كمان بنقطة. فالناحية التانية بقى تجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة ال 33 في المركز ال 12. في الدوري الفرنسي حصل امبارح كده حاجة طبيعية معتادة وحاجة برضو غير مسبوقة ومش بتحصل ولا يمكن حتى ان هي تخطر على بال اي حد بيتفرج على كرة ان هي تحصل. طب ايه اللي انا بقوله ده وازاي عكس بعض؟ طب تعالوا نحلها كده. الطبيعي والمعتاد ان باريس سان جيرمان حاول ان هو يعني يغسل احزانه كده الاوروبية امبارح وفاز على بوردو 3-0 في الجولة ال 28 من الدوري الفرنسي. باريس خلاص يعني يمكن قرب قوي من حسم لقب الدوري الفرنسي بعد الفوز اللي حققه على بوردو امبارح، وشكله هيعادل البطل التاريخي للمسابقه فريق سانت اتيان العريق في عدد الالقاب. ثلاثيه البي اس جي سجلها كيليان امبابي في الدقيقه ال 24، نيمار سجل الهدف الثاني في الدقيقه ال 52، الهدف الثالث سجله باريديس في الدقيقه ال 61. بكده بيوصل باريس للنقطة ال 65 بفرق 15 نقطة عن فريق نيس اللي في المركز الثاني، ناقص 10 جولات بالظبط على نهاية المنافسات في الدوري الفرنسي السنة دي. لحد هنا تمام، مفيش أي مشكلة، خبر عادي جدا عن فوز باريس في الدوري الفرنسي. طب إيه بقى الجديد؟ اللي ما كانش يخطر على بال حد إن ميسي يا جماعة يتصفر ضده، يعني أنا جه اليوم اللي أنا أطلع أقول لكم إن بعض الجماهير بتطلق صافرات استهجان ضد ليونيل ميسي. الحقيقة كانت صافرات استهجان قوية جدا عنيفة جدا من جمهور باريس
ضد ميسي، كمان ضد نيمار، وكان كل ما كانوا بيلمسوا الكوره كانت بتنطلق صافرات الاستهجان ضدهم. ده بسبب الخروج من دوري الابطال على ايد ريال مدريد، وكان الجمهور محملهم هم ذنب الخساره دي، لان هم شايفين ان هم الاثنين وميسي تحديدا ما قدمش اللي كان منتظر منه، يمكن مش بس في المباراه دي، لا ده كمان من ساعه ما جه اصلا لباريس بشكل عام. يعني الحقيقه دي ممكن تكون لقطه كده بعنوان لماذا غيرت المكان يا ميسي. يعني انا حاسه بميسي دلوقتي، او يمكن الخبر اللي فات وانا بحكي بقى عن انتصار تشافي وبتاع، يعني حاسه انه ممكن لما يشوف التطور اللي ابتدى يعمله برشلونه مع تشافي هرنانديز، يعني بالتاكيد هيفكر كتير قوي قبل ما ياخد يعني خطوه الرحيل. كان هيفكر كتير ساعتها ان هو قبل ما يروح لباريس مهما كانت المغريات الماديه. يعني عارفين يا جماعة حرفيا المثل بتاع من خرج من داره يقل مقداره، هو ده حرفيا اللي انا حاسة ان ميسي حس بيه. لكن في الاول وفي الاخر هو ده حال الكورة، ما فيهاش ثوابت، ما فيهاش ضمانات زي اي حاجة في الدنيا، زي ما بنشوف عموما في الكورة في اي حتة. دلوقتي قبل ما نستكمل معاكم فقرات نهارنا ونهاركم الابيض، خلونا الاول نروح نظبط ساعتنا مع بعض ونتعرف على مواعيد ابرز ماتشات النهاردة. بيكم من جديد وفقرة نبض 100 عقبة. في أخبار نبض 100 عقبة، تلقى نادي الزمالك خطابا من الاتحاد المصري لكرة اليد بيخطروا فيه بمواعيد مباريات العودة للمرحلة الأخيرة لتحديد بطل دوري المحترفين موسم 2021 و2022. مواعيد المباريات أو مباريات الزمالك هتكون كالتالي: الزمالك ضد طلائع الجيش يوم 29 مارس الساعة 1:30 الظهر، الزمالك ضد سبورتنج السكندري يوم 30 مارس الساعة 6 بالليل، والزمالك ضد الأهلي يوم 31 مارس في تمام الساعة 6 بالليل. هتقام جميع المباريات على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر. كمان أرسل الاتحاد المصري لكرة اليد فاكسا رسميا لنادي الزمالك بيخطروا بأسامي اللعيبة المنضمين لقائمة المنتخب الوطني للدخول معسكر مغلق بالمركز الأولمبي في المعادي خلال الفترة من 14 ل 20 مارس الجاري في أسبوع التوقف الدولي. ضمت قائمة الزمالك 10 لعيبة وهم أحمد الأحمر، كريم هنداوي، عمر الوكيل، بكار، أحمد مؤمن صفا، وحسن الداح، سيف الدرع، ويحيى الدرع، أكرم يسري، وسام نوار، ومحمد طارق. بيستعد المنتخب الوطني لمواجهة البرازيل وديا يوم 17 و19 مارس الجاري بالقاهرة. بنتمنى لهم كل التوفيق. دي كانت أخبار نبض 100 عقبة. دلوقتي هنروح على مدرككم الافتراضي الشارع الأبيض. أهلا بيكم في الشارع الأبيض. قبل ما نروح لموضوع حلقتنا، خلونا ناخد عبر زوم استاذ محمد خالد المحلل الرياضي. نهارك ابيض. نهارك ابيض يا نبانا، ومساء الفل على كل جمهور الزمالك. مساء الفل. خليني في الاول اسالك عن رايك عن كلام او تصريحات فيريرا امبارح في المؤتمر الصحفي عن ضروره اتحاد الزمالك كاسره الفتره اللي جايه.
بالتأكيد طبعا مستر فيريرا امبارح في مؤتمر تقديمه حاول ينقل الكورة أو الواقع لجماهير الزمالك، أكد إن الظروف اللي بيمر بيها النادي أو الفريق كرة القدم بالنادي ظروف صعبة جدا، بتتطلب تضافر الجهود كلها، بتتطلب أسرة الزمالك كلها تكون متحدة سواء من لاعبين سابقين أو مجلس إدارة أو جهاز فني أو لاعبين للمرور من الآيات. مستر فيريرا قال ان الوضع الحالي للفريق صعب جدا، لكنه هو قبل ان هو يمسك الزمالك في التوقيت ده، وحتى قبل الخروج من دوري ابطال افريقيا رغم علمه بصعوبه المهمه، لانه راجل بيعشق التحديات وراجل بيحب انه ياخد الفرق من ظروف صعبه ويطلع بيهم للمنافسه على البطولات، وده اللي سبب عمله فيريرا مع الزمالك في سنه 2015. يمكن التصريحات دي تكون مقلقه لجماهير الزمالك شويه، لكن فيها بعض تفاؤل، لأن الفريق دلوقتي ماسكه مدير فني اسم كبير جدا، اسم بيملك خبرات كبيرة جدا جدا، وقادر على العبور بالفريق من الأزمة الحالية إن شاء الله. ان شاء الله. طيب خليني اسالك سؤال تاني، احنا عندنا ماتش مع بيترو اتلتيكو، يمكن هو ماتش يعني تحصيل حاصل كده زي ما بنقول، شايف ايه المفروض نطلع بيه من الماتش ده؟ يعني ايه الاستفادة اللي ممكن نشتغل عليها بحيث ان احنا نبقى طالعين باستفادة او بحاجة تخلينا متفائلين الفترة اللي جاية؟ بص، هو الماتش ده انا شايفه ممكن يحتمل شقين. يعني الشق الاول طبعا ان الزمالك لازم يحقق فوز في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا، ما ينفعش الزمالك يخرج من دور المجموعات بدون اي انتصارات، يعني حاجه هتبقى مشكله كبيره جدا جدا للزمالك، وبيرجع الزمالك كتير قوي قوي في التصنيف الافريقي، فضروره الفوز بالمباراه دي شيء لا خلاف عليه. فريق بترو اتلتيكو واحد من الفرق الصعبه جدا جدا خصوصا على ملعبه، واثبت بقوه انه فريق من المرشحين ان هم يوصلوا لنقط بعيده جدا جدا في البطوله السنه دي، وبالتالي الفوز عليه في انجولا ممكن يرجع بعض الثقه شويه للاعبين، ويدي دوافع للجهاز الفني، يقدم زي ورق اعتماد كده للجهاز الفني بقياده فيريرا، وان كان بالفعل بيملك الاعتماد الكلي، لكن في التجربه الثانيه لسه مستر فيريرا اول مباراه كانت الخروج من دوري ابطال صحيح لا يتحملها بشكل كامل باعتبار ان هو مسك الفريق قبل المباراه بايام قليله جدا جدا، وكان لسه بيتعرف على اللعيبه الحاليه وبيتعرف على امكانيات البي، لكن الفوز بالمباراه دي بمثابه طمانينه ثقه شويه بين جمهور الزمالك وفريرا في ولايته التانيه. اعتقد ان الزمالك ممكن يسافر مباراه انجولا دي ببعض من اللاعبين الشباب الجهاز الفني تابعهم في الايام الاخيره عشان يديهم الانطباع بتاعه، واللعب خارج مصر واللعب في الدول الافريقيه والمشاركه في دوري الابطال، لان انا اعتقد ان الخطه او المشروع اللي جاي يقوم بيه فيريرا مع الزمالك مش بس بيقتصر على لاعبي الفريق الاول، وانما تخريج قطاع كبير من لاعبي الشباب في الزمالك وتكوين فريق شاب للزمالك يقود الفريق في السنوات الجايه. فزي ما احنا بنقول الفوز بالمباراه دي مع اصطحاب بعض اللاعبين الشباب لرحله الفريق لانجولا هيكون امر مهم جدا جدا. ان شاء الله باذن الله يعني نطلع من الماتش ده بحاجه مشرفه زي ما بنقول، يعني طبعا شكلنا حتى يكون لائق، يعني فاهم، ننقذ ما يمكن انقاذه كده في الفتره اللي جايه. طيب ازاي ممكن مستر فيريرا يستفيد من الخماسي اللي طبعا سياده المستشار اكد قراره بعدم التجديد ليهم بنهايه عقودهم؟ شايف ان الفتره اللي جايه ممكن نستفيد من اللعيبه الخمسه دول ازاي؟ طب احنا ممكن نتفق على حاجه، يعني انا وجهه نظري انا ان ما يتمش الاعتماد عليهم باي شكل من الاشكال خلال الفتره الجايه، لازم يكون في رساله، لازم نكرس مبدا الفتره الجايه ان الزمالك هيلعب باي حد وهيكسب باي حد، وحتى يكسب على المدى بعيد، على المدى البعيد، لانه طبق مبدا ان انا الزمالك وان انا هلعب باي حد وهكسب باي حد، وزي ما عملت هعمل غيرك، فده المبدا اللي لازم الزمالك يحطه ولازم جماهير الزمالك تحتمله وتتحمله الفترة الجاية، حتى لو الزمالك خرج من الموسم الحالي بدون أي بطولة، لكنه قدر إن هو يحط مبدأ ويثبت للجميع إن مفيش أي لاعب بالنسبة لي هيفرق معايا أو هقف عليه، وبالتالي المبدأ هو الزمالك، الأساس الزمالك، الاسم الباقي هو الزمالك، المجموعة اللي رفضت تجدد أو في التجديد لازم تفتكر قبل ما تيجي الزمالك كانت عامله ازاي، وبعد ما ارتدت تيشيرت الزمالك بقت عامله ازاي، فما يجيش اليوم اللي لعيبه الزمالك
او اللعيبه دي تقعد تتشرط على الزمالك وتقول لا اصلا انا هفكر، لا اصلا انا مش عارف هعمل ايه، لا خلاص انا مش محتاجك، انا هعتمد على لعيبه هعتمد عليها للسنين الجايه سواء من قطاع الناشئين او الشباب او اللاعبين الموجودين في قائمه الفريق الموسم الجاي يقودوا الفريق في المباريات المتبقيه. ايه يعني نطلع من غير بطوله الدوري؟ احنا ابطال الدوري السنه اللي فاتت، ايه يعني نطلع من غير بطوله الدوري السنه دي او حتى بطوله كاس؟ معانا جهاز فني محترم جدا جدا هيقدر يحط ايديه على السلبيات والنواقص في الفريق الفتره الجايه، يعتبر الفتره المتبقيه من الموسم الحالي، وده كلام ما يزعلش، يعتبر يعني احنا ممكن نعتمد على اللاعبين الموجودين دي في الفتره اللي جايه بعد ما شفنا التخاذل الكبير اللي ظهروا بيه خلال الفتره اللي فاتت. طب باي ثقه يعني هنجيب فيهم ثقه منين تاني ان هم يقودوا الزمالك الفتره الجايه ويقودوا الفريق تحقيق بطوله الدوري؟ طب ما احنا شفناهم في بطوله افريقيا وفي بدايه الموسم الحالي ما شفناش اي اداء، ما شفناش اي مستوى، فلا خلاص انت هتقعد بره، انا هحط ايدي على نواقص الفريق خلال الفتره الجايه، واعتبر الفتره المتبقيه من الموسم الحالي بمثابه اعداد للموسم الجديد، واشوف انا محتاج ايه، واشوف الصفقات والمراكز اللي انا محتاج تدعيم فيها ايه، وابدا ادعمها في الصيف، وبدايه من الموسم الجديد ان شاء الله يبقى الزمالك قوي واقف على رجله قادر انه يحقق كل البطولات اللي هيشارك فيها. يعني يا استاذ محمد انت بتحاول ترسخ مبدا معين، يعني انت بتقول انه مش مهم ان احنا ممكن لو وصلت بينا المرحله ان احنا ما ناخدش بطولات، بس نرسخ مبدا ان الزمالك طبعا والصاحب او صاحب التيشيرت او اللعيب اللي بيلبس تيشيرت الزمالك يكون مسؤول، وانه فعلا لو احنا لعبنا بالناشئين لا احنا ده بمثابه تحدي كمان للناشئين اكشلي، يعني الفتره اللي جايه ان الناشئين هم اللي يكونوا موجودين، ونبقى احنا بنتحدى الكل انه لا انتوا لو مش عايزين تلعبوا بتيشيرت الزمالك في ناس تانية، في ناشئين، في نواه مستقبل قادرين ان هم يعملوا، بتحلم بالظبط ان هي تبقى بس موجوده في تمرين الفريق الاول مش بس بيلعبوا ماتشات. فيمكن انت تمام. وجهة نظرك هو ترسيخ مبدأ ان احنا الزمالك مش بنقف على حد. بالظبط هو ده اللي احنا متفقين عليه كلنا، واعتقد معظم جماهير الزمالك خلاص يعني رفعت ايديها وشالت الدعم اللي كانت بتقدمه للعيبه اللي رافضه التجديد دلوقتي او البطولات في نادي الزمالك دلوقتي، خلاص مفيش مشكله يمشوا ما يلعبوش، نعتمد على اللاعبين البدلاء، نعتمد على اللعيبه اللي شاريه الزمالك اللي عايزه تمثل الزمالك، اللعيبه الشباب الصغيرين اللي بيحلموا بربع فرصه في الفريق الاول هيكسروا الدنيا هياكلوا النجيله ان شاء الله. الفريق ده او فرق ناشئين بنسمع عنها نتائج مميزه جدا جدا، يعني شفنا فرق ناشئين كتير تحت محققه مع كابتن ياسر حسين ياسر المحمدي محققين نتائج مميزه جدا جدا، هيطلعوا هياخدوا خبرات يمكن ما يشاركوش بشكل اساسي الفتره الجايه او السنه الجايه مع الفريق، لكن هتديهم خبرات الفريق الاول، نهايه هتعتمد على الاقل يعني حتى لو ما حققوش نتائج السنه دي على الاقل هتبقي عارفه ان اللي بيلعبوا دول هم بيبذلوا اقصى ما لديهم وفرصه كويسه جدا جدا بيتنزل ليهم، منهم بتروح لصالح تيشيرت الزمالك، دي حقيقه فرصه كمان كويسه ليهم ان هم يظهروا كل اللي عندهم. طلع لعيبه مميزه كتير من قطاع الناشئين دي بالظبط حقيقة. مفهوم طبعاً. طبعا بشكرك جدا استاذ محمد خالد المحلل الرياضي، شكرا ليك. نروح لموضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض اللي كان بيتكلم عن انك توجه نصيحتك للجهاز الفني للزمالك بقياده فيريرا لتصحيح مسار الفريق خلال ما تبقى من منافسات الموسم. تعالوا كده ناخد اراء جمهورنا على السوشيال ميديا ونبتدي بمحمد زيدان. صباح الخير يا انجي. طبعا انجي يعني مش موجوده، صباح الخير يا نيرفانا. احب اقول لفيريرا انت موجود في نادي من افضل انديه افريقيا من كبار القارة السمراء، شد حيلك واحنا كجمهور الزمالك هنفضل وراك وليك مننا كل الدعم، ورسالة للعيبة الزمالك اتمنى ان هم يشوفوا رسالتي. لازم تلعبوا برجولة، انتوا وراكوا جمهور حياته متوقفة على الزمالك، الجمهور بيتعب قوي قوي والله، فرحونا لو مرة واحدة وبالتوفيق لنادينا الحبيب فيما هو قادم. خليني اقول لكم ان انجي مش موجوده عشان خاطر هي تعبانه للاسف، بنتمنى لها كل الشفاء. فعبد الحفيظ بيقول عبد الحفيظ السبعاوي بيقول صباح الخير يا نيرفانا ونهاركم ابيض بخطين حمر، اتمنى من فيريرا يتعامل نفسي اكتر مع اللعيبه ويحاول يرجع ثقه للعيبه ويستبعد اي لاعب مقصر او مش مركز ويعطي الفرصه لبعض الناشئين المميزين لاخر الموسم، وفي اخر الموسم نبني بقى فريق جديد محترم ينافس على كل البطولات، زملكاوي لاخر العمر. يوسف صباح الخير يا نيرفانا، صباحكم جميل بخطين حمر، الحمد لله على كل شيء. اولا لازم يكون في روح قتاليه في الملعب، ثانيا محتاجين الدعم من الجمهور، من مش قدامنا غير الدوري والكاس لازم ننافس عليه بقوه عشان نصالح الجماهير ان شاء الله اللي جاي افضل. دول يا جماعه الجماهير الحقيقه يعني اكتر ناس انا حاسه بيهم
متضايقين جدا بس بيفضلوا عندهم امل. يعني يمكن في جمله في الاغنيه اللي احنا شغلناها قبل الفاصل اللي هم اهبه بكاني، بيجي له وقت وبفرح معاه من تاني. يمكن دي الاغنيه المعبره جدا جدا عن الزملكاويه. هنفضل نتضايق، هنفضل نبكي، هنفضل نقول ان حياتنا متوقفه على الخساره دي او المكسب ده، بس بيرجع تاني بيفرحنا. دلوقتي خلونا نطلع فاصل قصير وهنرجع لكم بعديه فقره سهم وقوس اللي منورنا فيها النهارده دكتور محمد المهدي، اخصائي التغذيه الرياضيه. سهم وقوس بعد الفاصل، استنونا. اهلا بيكم من جديد في فقره سهم قص. بكل تاكيد يعني التغذيه بتلعب دور اساسي في حياه كل واحد فينا. من هنا بقى اصبح علينا ضروره ان احنا نراعي في العمليه دي اسس سليمه. يعني لما اصبح يعرف بالتغذيه الصحيه والهيلثي لايف ستايل والحاجات اللي احنا دلوقتي بنقولها متعلقه في الاساس بكيفيه ان الغذاء يعني يكفي لسد كل احتياجات الجسم، مش احتياجاتنا احنا الشخصيه، لا احتياجات الجسم، الجسم اللي هو بيبقى محتاجه، غير بقى ما يسببه من اضرار بمعنى ان هو يديله ما ياخدش منه. الحقيقه احنا عندنا اسئله كتيره جدا في القصه دي، عشان كده بقى ايه جبنا اهل العلم يمكن نلاقي كده معاهم اجابه على كل الاسئله اللي احنا عايزين نسالها دي. فبيسعدني يكون معايا النهارده ومعاكم دكتور محمد المهدي، اخصائي التغذيه الرياضيه وطبيب التغذيه السابق لمنتخب مصر للشباب. اهلا بحضرتك، منورنا. اهلا بيكي، الله يخليكي. النهارده مبسوط جدا انا ببرنامجك الجميل وقناه الزمالك اللي انا بتشرف ان انا يعني بنتمي للكيان ده. والله شرف ليا، وان احنا الحقيقه عندنا النهارده كور كده او موضوع محتاجين نتكلم فيه، لان احنا داخلين بقى ايه على رمضان وداخلين على حاجات حلوه طبعا، وكنافه وقطايف والحاجات اللي بتبقى صعبه دي، والناس اللي بتبقى بتعمل دايت والحاجات اللي بتبقى في رمضان، يعني داخلين على حاجات حلوه. دي حقيقه. حضرتك الاول خلينا تجربتك مع منتخب الشباب، ازاي فادتك؟ يعني ازاي خليتك تعرف حاجات اكتر اكتر، المواقف اللي مريت بيها، يعني احكي لنا عن الفتره دي. طبعا هو انا بعتبر فتره المنتخب هي اهم فتره بالنسبه لي. هي ممكن تكون فتره مهمه بالنسبه لاي واحد اخصائي تغذيه، بس هي بالنسبه لي انا كنت دخلت وانا عندي 25 سنه. انا كنت في 22 كنت صغير. أوكي. وده من ضمن الاسباب اللي خلت كابتن ربيع اصلا، كابتن ربيع ياسين كان يكلمني الفتره دي. ان انا غير ان هو التعامل مع كابتن ربيع، هو اتعامل معايا الاول شخصيا وعارف انا شغلي ازاي. سني برده كان قريب من اللعيبه، فدي كانت حاجه، دي كانت حاجه كانت من ضمن الادفانتجز بالظبط. انا اقدر يعني سني مش بعيد عنهم. فتره عامله ازاي؟ فتره صعبه جدا. يعني معسكر تاهيلي لتصفيات افريقيا اللي كانوا رايحين تونس قبلها، انا كنت ماسك المنتخب فتره المعسكر دي. اوكي. طيب دلوقتي انت بتتكلمي في حوالي، كنا بنتكلم في حوالي 28 لعيب، 28 لعيب اكبر واحد فيهم عنده 19 سنه. عندهم شغالين بقالهم سنتين، عندهم طموح ان هو كانوا عايزين يكسروا الدنيا، لعيبه قويه جدا في الاهلي والزمالك من كل حته. طيب ازاي بقى هتقدر تتحكم في 28 واحد مش كبار؟ وبرده سن شباب. سن شباب، فدي كانت بالنسبه لي كانت تشالنج، كان تحدي. أكيد. ازاي اقدر اعمل ده؟ الفكره ان اهم حاجه ان انت تكون فاهم كل واحد بيتعامل ازاي. بحس ان احنا مثلا في الاول خالص انا مش دخلت بقى اللي هو برنامج يلا ونمشي هتمشوا عليه وخلاص، لا مفيش الكلام ده. انا قاعد مع كل لاعب، يعني قبل ما ابدا اصلا احط البرامج الغذائيه بتاعتهم كنت قاعد مع كل لعيب. لازم كل لاعب افهم نفسيته الاول عامله ازاي، افهم الفود بريفرنس بتاعه عامل ازاي. ازاي واحد مثلا بيحب الشوفان، واحد ما بياكلش لا شوفان ولا مكرونه. طب لازم تتعامل وتحط تقسم الناس في جروبس بحيث ان كل واحد يبقى له الاكل اللي هو ايه محتاجه، بيزد على ايه؟ على وزنه، على طوله، على احنا كنا عملنا زي الام بودي، شفنا الدهون قد ايه والعضلات قد ايه. طيب سالنا بتوع الاحمال، ها اللعيب ده مجهوده عامل ازاي؟ البرفورمانس عامل ازاي؟ فطبعا كانت تجربه بالنسبه لي هي انا بعتبرها الاحلى. ولما اول ما كانتش كبيره كانت حوالي شهرين او 3 شهور بس، انا بالنسبه لي لا هي فادتني جدا جدا. وكمان حسيت ان انا كنت حاطط يعني بصمه في مع اللعيبه. احنا ما كملناش يعني للاسف الكورونا، لما جالهم الكورونا في تونس ما كملتش، بس هم متاكدين
وكل الجهاز الفني كان متاكد ان هو عامل اللي عليه وزياده مع اللعيبه دي. فطبعا كانت حاجه مش سهله، بس كان بيبقى عندك درايه بكل الجوانب، يعني طبعًا. مش بس انت عايز توصل لتارجت مالكش دعوه بقى بالحاجات التانيه، لا انا هحط 1 2 3، يعني بتسال على البرفورمنس البدني، وبتسال عن بتسال كمان عن على الحاجات اللي مثلا ممكن في لعيبه بقى عندها حساسيه منها، بتسال عن النطاق دي، لان 3/4 الشعب المصري غالبا عنده حساسيه من الالبان مثلا. فاعتقد ما كانش عارفاها يعني في، بس الحمد لله معظم اللعيبه ما كانش عندهم حساسيه من الالبان، ما كانش عندهم حساسيه، بس في لعيبه ما بتحبش اكل معين. اوكي، طب انا دلوقتي لو واحد ما بيحبش مثلا نوع معين من الاكل، هو مستحيل هياكله، لو كله دلوقتي مش هياكله بعدين. هيضحك عليا، ما انا مش قاعد معاه ليل نهار. ايوه صح، فهماني؟ فهي صح. دي كانت فكره، فلازم تبقى على الدرايه النفسيه. طب في لعيب نفسيا مش مظبوط، ما ينفعش يبقى تحت كالوري ريستريكشن معين، ما ينفعش يبقى الكالوريز او السعرات بتاعته قليله لدرجه كبيره. طب في لعيب اوريدي لعيب هو بدنيا عالي، هو محتاج يحافظ. في لعيب، هل في لعيب اوفر ويت ولا لا؟ هل في كل لعيب او كل اخص كل مجموعه كان ليها سيستم بتمشي عليه على حسب الفروقات الشخصيه بالزبط. ما بين اللعيب والتاني. طيب دلوقتي انا عارفه ان في فروقات، بس ايه بقى المين ديفرنس كده ما بين الشخص العادي والرياضي من حيث النظام الغذائي؟ أوكي. يعني العادي ممكن ياكل ايه، والرياضي ممكن ما ياكلش ايه من العادي اللي بياكله؟ طيب خلينا متفقين على حاجه، الشخص العادي او البني ادم اللي الرياضه بالنسبه له هي مش اكل عيش، ده حاجه وده حاجه. ليه؟ انا دلوقتي مثلا لو انا بلعب رياضه او عامل دايت، انا بعمله علشان نفسي. أوكي. علشان شكلي يبقى كويس، ابقى لابس اللبس الباي موجوده والتراي موجوده والحاجات دي، الشكل معين والبرفورمانس في حياتي، انا مركز في شغلي، انا مركز في حياتي وهكذا. اوكي، الرياضي ده اكل عيشه من الاخر كده، هو عباره عن يعني هو راجل بيعمل بيرفورمانس. لو البيرفورمانس بتاعه قل، يبقى هو انتهى، يبقى هو مش هيكمل لا بقى كوره ولا باسكت ولا اي حاجه. فالفكره كلها ان انت دلوقتي واحد مثلا رياضي مثلا، او بنتكلم مثلا لعيب الكوره مثلا، بيحرق مثلا في اليوم اتليست بتتكلم في 4000 كالوري او 3500، بنتكلم رقم رقم خرافي. الشخص الطبيعي مثلا ممكن يحرق له 2000 1500، ده لو هو يعني ده لو هو بالظبط لو حرقهم يعني. فلازم نحط في الاعتبار ده ان لازم الاكل بتاع الرياضي لازم يقوي البرفورمانس بتاعه. هو مش مهم، انا مش مهم عندي الفيزيكاليتي او الشكل هيجي كده كده، بس المهم ان انا الدايت ما ياثرش على البرفورمانس. لكن لو الشخص العادي خد اكل خلاه مش نشيط قوي، او مش نشيط قوي يعني مثلا مش هيبقى عداء، هو مش فارقه معاه. لكن ده اهم حاجه في ان النظام بتاعه يبقى بيخليه في البرفورمانس او في الملعب جبار. هو ده هيبقى هيكمل ازاي؟ اوكي، فاهم؟ او لو هو مثلا لو لعيب كوره جسمه بدنيا فظيع، وشكله بقى اللي هو السكس باكس متقسمه وجسمه متقسم، بس هو في الملعب البرفورمانس بتاعه وحش، ولا في اي حاجه. لكن الشخص العادي ما يقدرش مثلا ايه، ما يقدرش ان هو يحط الكالوريز الكبيره دي، او ان هو ياخد سعرات كبيره، لان هو مش محتاج البرفورمانس. مثلا واحد مثلا زي الرياضي هتلاقيه مثلا اكله فيه كربوهيدرات اكتر حاجه. بالظبط، انا كنت لسه هسالك، يعني هما الاثنين المفروض ياكلوا اكل صحي، بس يمكن الرياضي مش بس اكل صحي، لا ده كمان في حاجات بتتزود عشان الاقي البرفورمانس اللي انا بشوفه ده في الملعب. طبعا مصدر الكربوهيدرات هي مثلا هي من المصدر الاول للطاقه. هو لازم يبقى الاكل بتاعه مينلي، او الدايت بتاعه مينلي الكومبوننت بتاعته او كومبوز من الكربوهيدرات. لا، ما هو هياخد طاقه منين؟ لكن الشخص العادي هو ممكن عادي ممكن يقلل كربوهيدرات شويه، عايز براحته شويه. لكن الكربوهيدرات والبروتين بالنسبه للرياضي هي رقم واحد، فمن غيرها مش هيعرف اصلا يدي في الملعب، او يدي او يبذل طاقه كويسه في الملعب. فهي دي اللي بتفرق دايما. طب الحاجات دي بتفرق في السن؟ يعني مثلا الشباب بيفرق معاهم النظام الغذائي عن الناس الكبيره؟ اكيد. ازاي بقى؟ الكالوري او السعرات بتاعت الشخص شاب، لو بنتكلم في الشاب العادي، غير مثلا واحد فوق ال 50. ليه يعني؟ لان الايدج ده فاكتور، بنحط ان من عامل ان السن ده عامل، وكمان الاكتيفيتي المجهود. يعني مثلا دلوقتي ليتس سي مثلا في حد فوق ال 50، على فكره السن مش دايما هو المقياس العامل. لا تمام، بس دي من الحاجات اللي بنحطها. انت الراجل في مثلا في ال 50 اكيد مش مجهوده مثلا زي واحد في ال 20 او ال 30،
مثلا هو بيخلص شغله مثلا اللي عنده 50 بيخلص شغله وبيروح يقعد البيت، لو راح الجيم هكذا. بالزبط. ممكن بقى ال 20 ده هيعمل، هيخلص هيروح الجيم، هيروح يلعب ماتش كوره، هيروح القهوه، هيروح ايوه في حاجات كتير قوي. بالظبط. فهي دي الفكره كلها. فطبعا الايدج بيبقى عامل، بس ستيل هو كان ده كان زمان، دلوقتي الايدج مع اللايف ستايل. ما هو ممكن واحد يبقى عنده 50 سنه وبيروح يلعب كوره، يخلص يروح الجيم، بيخلص ما هو اللايف ستايل بتاعه، اللايف ستايل بتاع واحد عنده 20 سنه، بس ستيل طبعا البرفورمانس نفسه مختلف. والدايت لازم يكون مختلف، لان هو برضه ستيل انت مثلا تحت ال 20 مثلا ده في مرحله برضه ستيل تكوين، لسه جروث هرمون شغال. فلازم برضه يبقى حاطين ده في الاعتبار، ان ده هي مجهوده اعلى وهيحرق كالوريز اكتر. طيب لو حد بقى مثلا سواء رياضي او شخص عادي لقيته ان هو مش ملتزم، مش عارف يلتزم، مش عارف يغير نظام اكله، بتعمل ايه؟ تصرفك بيبقى عامل ازاي؟ هو مينلي، هو خلينا متفقين على حاجه دلوقتي، انا لو اديتك كل يوم اكل واحد هتزهق ولا مش هتزهق؟ هزهق اكيد، مش مهما انت بقى. طب بص، انا الرياضه مش لاعب يا سيدي. بالظبط، هيزهق، هي خلاص هيمل. الفكره كلها في ان اللي مش عارف يمشي على دايت او بيستراجل ان هو يمشي على دايت بيكون من الزهق. طب انت دلوقتي عايز تمشي على اكل، على اكل صحي ونظام صحي. اوكي. طيب اول حاجه هتعملها ايه؟ ان انت تحط اكل بتحبه. انت لو حاطط اكل ما بتحبوش عمرك ما هتكمل، لو كملت هتكمل اسبوع اتنين تلاته شهر، في الاخر هنفجر، هاكل بقى كل حاجه فشخ. طب تعالوا لي بقى، هاتوا لي بقى شويه الملوخيه. أيوة. بقى وشويه الجلاش والمحشي. ما تجوعنيش يا جماعه، انا بصراحه. دي الفكره كلها، ان احنا لازم في النظام الغذائي لازم نحط اكل بنحبه. مش هحط طبعا، انا مش هروح احط فرايد تشيكن والحاجات، بس لازم ستيل الاكل الهيلثي اللي انا احطه اكل اكون متقبله. دي فكره كانت عند الناس مش مظبوطه، ان انا هصحى الصبح هفطر شوفان، هتعشى تونه وزبادي بالليمون. ده لازم زبادي بالليمون. انا شخصيا كنت بعمل الموضوع. هل هو ده بدعه ولا ده بجد؟ هي يعني هي اشاعه بقى، هو مفيد، مفيد، بس مش ده يعني اللي هيخسس. هو غيرني، مش ده اللي هيخسس يعني. بس ستيل هو دي، هي دي الفكره كلها. عايز تمشي على نظام غذائي لازم الاكل يكون بتحبه. ماشي. يعني ولازم تعمله بطريقه، مثلا مش لازم الفراخ المشويه تكون مجلده ومحروقه. ما فيهاش لا اي حاجه. الموضوع بقى الموضوع سهل، الموضوع اسهل من كده. فعايز دلوقتي واحد شخص عايز يمشي على نظام غذائي او عايز يحب اللايف ستايل ده، لازم الاكل يكون بيحبه، لازم يعمل اكل بطريقه كويسه، لازم يكون كرييتيف. اوكي. هي دي الفكره كلها. فلازم لا مش لازم تبتدي. الاراده بتبقى مختلفه، يعني انت ممكن تلاقي حد ارادته قويه جدا برغم ان هو مش محتاج يخس كتير يعني، او يدخن كتير ايا كان التارجت يعني، وتلاقيه واحد تاني محتاج يعمل ترانسفورميشن حرفيا وارادته ضعيفه. بالزبط. بتتعامل ازاي مع صاحب الاراده الضعيفه؟ هل مثلا بتشجعه اكتر، ولا بتيجي بوينت معينه لا تحس ان هو لا انت محتاج تعمل كذا عشان تعمل كذا عشان انت محتاج كذا؟ يعني امتى بتلتجئ لده وامتى بتلتجئ لده؟ اللي عنده اراده ده كده كده طبعا بيبقى الموضوع تعامل معاه اسهل برضه. ده ستيل انت محتاجه كل شويه ان انت تحفزي. بس طبعا اللي ما عندوش اراده ده الموضوع بيبقى صعب. بس هو وانس ان هو جالي، يعني مثلا بيبقى واحد مثلا قال لي انا عايز انزل في الوزن بس انا ما عنديش اراده، بقول له ان انت كونك ان انت جيت كلمتني ده في حد ذاته تمام، جزء ان انت دي خطوه. اخلق لنفسك جول، يعني مثلا ايه، انا مثلا كل فتره مثلا بسافر بره اشوف الليتست تكنيكس مثلا في الانجكشنز وفي السبورتس نيوتريشن، ايه اللي حصل الكلام ده كله. فمثلا ايه لو انا ارادتي نزلت شويه، بقول انا خلاص انا مسافر بقى مثلا ليتس مسافر فرنسا مثلا. اوكي. فانا عايز ادي هعمل فورم فرنسا قبلها، ابدا اشتغل نفسي قبلها بثلاث شهور مثلا. هو انا عايز ابقى عندي الفورمه بتاعت ايه فرنسا اللي انا اشتغل عليها. فادي لنفسي جول، انا عايز بقى في السفريه يبقى شكلي حلو. هو نفس الكلام، انت دلوقتي لازم تكون فاهم ان انت التغذيه او ان انت الدايت بتاعك او جسمك هو ده اللي هيخليك قدام، مثلا هيخليك شكلك كويس في الشغل، شكلك كويس وانت لازم يكون في التيميت جول، مش اخس لمجرد الخساسات. بالظبط. انت حاطط دماغك ايه؟ في ناس وصلت لمرحله ان هي كانت نفسها بيقل، بيقول لك انا طالع السلم هبطان. طب انت واحد عندك 25 سنه ولا 30 سنه، يعني ايه طالع السلم هبطان؟ انت ما تجيش على الجرح. انا عارف انا جيت حاطط على الجرح فلونيا، بس يعني ما تجيش على الجرح، مع ان انا يعني مش بيبقى في صعوبه في النفس بسبب السمنه او حاجه، بس عادي احنا اعتقد كلنا وصلنا لمرحله. هي هيلثي لايف ستايل، انت مش شرط ان واحد، ممكن واحد يكون زياده جدا في الوزن بس هو خفيف، هو خفيف يعني. هو بيعرف يتحرك وعنده باور. في واحد رفيع جدا جدا بس ما عندوش باور. هي انت واكله ايه؟ الاكل
اللايف ستايل الغذاء، بالظبط. النظام واكل الغذائي ايه؟ يعني قول لي انت واكل ايه، هقول لك انت البرفورمانس بتاعك عامل ازاي، المفروض يكون عامل ازاي. ده في كل حاجه. انت قلت حاجه مهمه، ان انت دايما بتحاول تكون ابديتد للتكنيكس اللي في العالم كمان مش مصر. بالظبط. في فروقات اكيد عن دلوقتي وعن قبل كده، عايز اتكلم عن الفروقات، وعايز اتكلم كمان معاك عن الحاجات اللي بتتاخد لتسهيل عمليه التخسيس. اوكي. في بقى بيلز كتيره قوي، في بقى اعلانات مش عارفه ايه، في حاجات بتساعد الحرق. انا يعني شخصيا مريت بالتجربه دي من غير ما يكون عندي درايه او علم ان هي ممكن تعمل مشاكل صحيه تانية. يعني كان في، طبعا انا مش هقول اسم المنتج، بس كان في منه الوان، في بلاك وفي مش عارفه ايه، وفي للرجاله وفي للستات. عرفناه خلاص. فاللي هو انا لقيت فيه ضربات قلب سريعه جدا دي حقيقه، ومش فاهمه ليه. وكمان ايه، انا كنت مثلا 62 كيلو، يعني مثلا مش شخصيه مثلا في سمنه كتير او بيبقى فيه دهون مهدرجه كتير عايزه انزلها، لا انا كنت عايزه انزل 5 كيلو مثلا ولا حاجه. لقيت نفسي بتعب، لقيت نفسي في حاجه غلط بتحصل في جسمي. فالناس لازم يكون عندها وعي لحاجه زي دي. فانت بقى امتى بتتجه لده ولا ما بتتجهش اصلا لده؟ ايه الحاجات المفروض تتاخد؟ وقبل ما تتاخد ايه الاجراءات اللي لازم اعرفها عن نفسي؟ هو انا طبعا، هو ما ينفعش واحد ياخد اي حاجه لها علاقه بالفات بيرنينج من غير ما يكون مع ماشي مع دكتور، وكمان في مش بس دكاتره التغذيه، كمان دكتور قلب ودكتور باطنه. اوكي. لان معظم الحاجات اللي لها علاقه بالفات بيرنينج اللي هي البيلز والحاجات دي انا ما بتجهلهاش. اوكي. بس معظم الحاجات اللي لها علاقه بالفات بيرنينج زي اللي هي البيلز اللي بتتكلمي عليها بتلعب على ضربات القلب. تلاقي مثلا واحد ايده بدات ترتعش، ضربات قلب سريعه جدا وغير منتظمه. طب انا على ايه اصلا اخش في الدايليما دي؟ في طبعا في حاجات في لها علاقه بالفات ريدكشن او تنزيل الدهون غير الـ غير الـ غير البيلز. بس ستيل، ايفن لو في حاجه، لو في سيف برودكتس، لو في منتجات امنه، انت ستيل لازم تكون انت قادره وانت عارف ايه اللي ينفع عليك في المرحله دي. يعني مثلا ما فيش واحد مثلا مريض قلب يقول انا هاخد فات بيرنر، انت تموت نفسك ولا ايه؟ أوكي. عشان توصل لجسم لازم توصل، عشان ده اللي بيحصل للاسف. وعدد الوفيات بسبب الحاجات دي بقت كبيرة قوي، اللي هو بقى الدورة الدموية اللي بيحصل. يمكن انا معرفش قوي هل ده فعلا بيكون برضو سبب في الحاجات دي ولا الانجكشنز اكتر. بس هو الانجكشن في الاخر بنوصل لايه؟ لا، هو في ناس بتكون مثلا ايه، واحد عنده مرض مثلا، عنده مشكله مثلا في ضربات القلب اصلا، فياخد فات بيرنر. فات بيرنر مش كان يعني ليتس نوت توك اباوت اللي هو ايه، هو سيف ولا مش سيف، هو معمول تحت السلم ولا معمول في شركه. بس لسه ان هو شركه كويسه، هو لازم تعرف هل الكافيين، كميه الكافيين مثلا اللي في البرودكت ده، هل تنفع ليك؟ ما هو مثلا ما يكونش دكتور القهوه، دكتور سوري دكتور القلب قايل لك ما تاخدش غير كوبايه قهوه في اليوم، وانت هتاخد لي حبايه كافيين تعادل 10 كوبايات قهوه. اوكي. ما هو كل حاجه لازم، كل حاجه بالعقل. في الانجكشنز دي حاجات، دي حاجات ثانيه، ده قصه ثانيه. اوكي. بس انا بنتكلم دلوقتي على اللي هو ايه، الحقن اللي هي بتلعب في الميتابوليزم، بتلعب في الحرق دايركت، او اللي هي شبه الجي كي. كان في حقنه اسمها صح كده، بتتاخد تحت الجلد او في البطن او حاجه. في حاجات بتتاخد تحت الجلد، بس دي اصلا يعني في حقن بتتاخد، بس دي بتوع السكر. يعني في حاجات بتبقى لبتوع السكر وهكذا. بس ستيل هو انت علشان تاخد اي برودكت له علاقه يعني بيخش من الاخر كده بيسيركيوليه في الدوره الدمويه، بيخش في الدوره الدمويه، لازم تكون على درايه. انت الاول الميديكال هيستوري بتاعك ايه، انت تاريخك الطبي عامل ازاي، وهل انت الدواء ده ابروفد من الدكتور ولا لا. أوكي. يعني هل الدواء طالما هو له علاقه بالدوره الدمويه لازم. عايز اقول لك يعني حتى لو في ناس بتتجه للحقن، ساعات انا شخص لا بفهم بقى في الحقن ولا بفهم في الحاجات دي. انا شخص بشوف مثلا بنت شكلها لطيف فت، او راجل شكله لطيف وفت، ساعات بشوف الحقن دي ببقى عارفه ان هو واخد حقنه. يعني هو حتى بيتغاضى عن صحته في مقابل الشكل، والشكل بيبقى صعب. يعني مثلا شخص ربما رفيع جدا بس في حاجه كده طالعه، انا مش عارفه ايه العضله دي. أوكي. حتى مش عارفه دي باي ولا تراين، انا طالعه بحته غلط. فاهم؟ فحتى الشكل مش بيوصلوا له، لانه في اضرار كتير قوي الناس فعلا كانت محتاجه تعرف. هي الحقن اللي بتتكلمي عنها دي كمان، دي مش حقن بقى، اسمها ايه؟ اسمها دي اتش ولا جي كي، اللي هو جي اتش الجروث هرمون والتستستيرون والحاجات دي. اصلا دي ما لهاش علاقه اصلا بالتخسيس، دي لها علاقه، دي هرمون انت بياخد يعني اكستراكشن، يعني بياخد هرمونال دايركت اكسترنال هرمونال. اوكي. تمام. هو مثلا التستستيرون مثلا من ضمن الهرمونات اللي هي مسؤوله عن تكوين العضلات في بالنسبه للرجال، هو تلاقيه حقن اكسترا، حقن اكسترنال جاي من بره، حقن تستستيرون وجي اتش جروث هرمون. اوكي. الموضوع اولا هو مش لازم بس يبقى تحت اشراف طبيب، هو الموضوع اصلا غير مسرع. يعني ما ينفعش مثلا يتعرف ان في دكتور بيدي هرمونات دايركت الا بقى بموافقات كبيره وهكذا. دي معظم الناس اللي بياخدوها بيكون عنده
عنده مثلا كمال اجسام، الحاجات دي كلها. ما ينفعش الموضوع يمشي، يعني احنا بنشوف دلوقتي ان في واحد ياخد مثلا يروح يخش جيم معين، يقوم المدرب عنده خبره، ما نقدرش نقول انه ما عندوش خبره، يقول لك انا هديك انا الكورس ده ولا مش عارف ايه. ده مصيبه، انت كده رايح تودي نفسك في داهيه. لو يعني لو عشت، لا واحنا كمان مصريين عاطفيين قوي، اللي هو الكابتن ده انا واثق فيه اكيد مش هيأذيني، بالظبط يروح داخل نفسك كده. بالظبط، هو الكابتن ممكن يكونش قصده يأذيه، بس هو انت مش مؤهل ان انت تدي حاجه زي، اذا قصة كان الدكتور نفسه عشان يديها ده لازم له حاجات كتير قوي قوي قصة. قوي. فدي طبعا حاجه دي انا انصح بيها. في فرق بين الانجكشنز اللي هي مثلا حاجات اللي بتكسر الدهون والحاجات دي حاجه ثانيه، وفي فرق بين انت عايز عايز تدخل لنفسك هرمونات وحاجات جايه كلها مش انت مش عارف اصلا مصدرها ايه، ولو عرفت مصدرها ايه لازم تكون انت على علم ولا لا، انت على علم ولا لا، واللي بيديك ده على علم ولا لا، هي دي الفكره الموضوع كلها. قصة يعني، انت لازم تبقى عارف دارس كمان يعني مش قبل دارس، وحتى الدارس الرسم. ما بيديهاش، يعني حتى الدارس ما يديهاش غير يتعرف الدكتور، لو تعرف ان هو بيدي سواء اخصائي تغذيه او دكتور طبيب بطنه، ولا تعرف ان هو بيدي استرويدز، يعني دي كارثه. فدي طبعا انا ما حاجه ما بنصحش بيها خالص، حتى لما يجي مثلا حد بيتابع معايا او هكذا بقول لا، ما يعني ابعد خالص. ليه؟ انت مش انت بغنى عن الكلام ده كله. هل انا مثلا، هل انت داخل عندك انت بيج رامي مثلا، عندك اولمبيا؟ هو فعلا بيبقى فيه طبعا اختلاف شاسع ما بين الشخص اللي مثلا حتى لو كوره او عايز يحافظ على شكله، ما بين بقى الناس اللي بتصارع على الاولمبياد. يعني انا شخصيا انا مش واصله قوي للكور، طبعا مع احترامي للجميع مش واصله قوي للكور بتاعت ان انا ببقى بستعرض بس عضلاتي، ودي الرياضه يعني. انا حتى بغض النظر عن دي، عندي لسه في كمان كنا عارضين قريب رياضه كده، لطش بالاقلام، دي الرياضه، دي رياضه تراجع. ورياضه عالميه فاهم. وفي يعني هو لطش اللعيب، لطش واحد تاني اسمه سلاب فايتنج، ليها قصه فاهم، وليها ناس بتلعب. ف مش ببقى فاهمه قوي لسه. بطوله العالم كانت يوم السبت اللي فات بالسلابنج. انا ابويا الله يرحمه لو كان داخل البطوله دي كان يعني خلص. انا صراحه هو اتمرن عليا كويس قوي. بص انا طلعنا اوت اوف توبك شويه، بس كنت عايزه اقول لك الصراحه ان في شويه حاجات انا مش ببقى فاهمه. يعني مثلا دول بيتمرنوا ايه، ولا بياكلوا ايه عشان خاطر يلعبوا؟ يعني مفيش حاجه، هو في اكل للايد يعني؟ انا مش في، هو طبيعي ان انت لو هتاكل من دي، فطبيعي اكلك يعني ايدك هتبقى قويه. او انت مثلا ايه بتاخد مثلا اكل فيه كالسيوم، او فيه فيتامين دي او كذا، فانت طبيعي انت ايدك كويسه، عضلاتك كويسه وهكذا. بس بقى وطبعا لازم هو عشان يسلاب، فلازم هو يعني مثلا هنعتبره بوكسنج مثلا، فهو عشان يدي ده، فهو لازم قوه طبعا دراع وكل حاجه، بس ستيل مش رياضه. مش رياضه. انا عارفه، انا اسفه ان انا طلعت بره بره الكلام. لا لا لا، كان لازم اقول لك انه انا اتفاجئت الحقيقه. يعني انا كنت اصلا بسالك في سؤال تاني، هو انه اكيد النظام الغذائي للناس اللي داخله على بطوله بقى هو والنص كيلو بيفرق والنص جرام بيفرق عن برضو الشخص العادي. طبعا. يعني انت شايف ايه الاحسن او ايه الاصح اللي بقى حد مودريت يعيش بيه؟ حد مودريت ما ينفعش تحط نفسك تحت ضغط. يعني ايه؟ يعني مثلا دلوقتي ما تفضلش عايش طول عمرك في كالوري ريستريكشن، ان انت مقلل من سعراتك على طول. أوكي. لازم فتره في حياتك ان انت عايش يعني سعراتك على قد اللي انت بتحرقه. يعني مثلا لسه ايه، مثلا في لسه ان واحد عنده مثلا 70 كيلو. اوكي. واحد 70 كيلو طوله مثلا نقول 170، نقدر نقول مثلا ان انت مثلا محتاج، علشان لو انت مثلا بتروح الجيم او اكتيف فاكتور بتاعتك او اللي انت العامل عامل الاكتيفيتي عندك مش كبير قوي، انت مثلا ليتس سي ان انت محتاج مثلا من 2200 ل 2000 ونص مثلا. أوكي. نقدر نقول علشان ايه، علشان تمنتين الويت بتاعك او تحافظ على الويت بتاعك. مش لازم ان انت كل شويه تقول لا انا لازم اعمل دايت قارص. طب ليه؟ ليه انت شوف انت محتاج ايه. انت مثلا، انا مثلا واحد عايز يزيد في الوزن النهارده، خلاص العب على اللي انت عايزه، العب التارجت. على نحط بص، هو كله فعلا التارجت. بيرجع للنقطه اللي انت قلتها، ان لازم يكون في التيميت جول، سواء بقى عايز تخس عايز تتخن. كمان دلوقتي على السوشيال ميديا بقى في كتير قوي بقى دايت بلانز، فجاه كده وانت بتسكرول في الفيسبوك يطلع لك سبونسرد دايت بلان، مش عارفه كيتو مش عارفه ايه، بنعمل ايه؟ انا عايزه اقول لك انا ممكن ما جربتش الكيتو، بس انا عارفه انه فكره انك تحرم الجسم من عناصر يعني تبنيه او تخليه عايش كده فتره على عنصر واحد، اعتقد ده مضر. انا جربت حاجه اللي هي مثلا ميه وتفاح، بس انا ما تسالنيش انا جربت ليه، لان انا اصلا طول عمري رفيعه، بس انا شخص بحب اجرب. اوكي.
بس اليوم اللي انا كسرت فيه القاعده بتاعت الميه والتفاح انا اي فيلتد اغمى طبعا عليا. طبعا. فبرضه يعني فكره ان الناس دلوقتي بتندرج تحت اي حاجه تخليها تخس بسرعه، انت ايه رايك مثلا في الكيتو؟ بصي، هو النيوتريشن والتغذيه مدارس. في لو انت فتحتي مثلا اي ستادي، انت عشان في خلينا متفقين على حاجه، في ساينتفك فاكتس وفي ثيوريز، يعني في نظريات وفي حقائق علميه. اوكي. تمام؟ طيب الكيتو الثيوريز الثيوريز والستاديز اللي موجوده تقول لك بيخسس خسسان رهيب، لو في مثلا ناس بتظبط بيه الانسر ان هو بيعمل حاجه اسمها بيعمل برودكشن كيتوجينيك بوديز، يعني اجسام كيتونيه بينتجها فتره الفتره اللي جسمك فيها ما بياخدش فيها كربوهيدرات دي، فيبدا ينتجها علشان يظبط بيها السكر. في ناس بتعمل كده، بس على السايد التاني ان في ناس ما بيمشيش معاها الكلام ده خالص. انا دي حاجه انا ما بحبهاش، انا عمري ما عمل كيتو ولا عمري. انا اول حاجه اصلا اول حاجه كان خدناها في الدبلومه كيتو نو، غير مشاكل في الكوليسترول احيانا بتبقى مع الناس بتضرب معاها، مشاكل في البشره، مشاكل في القلب، كميه دهون، انت بتاخد كميه دهون مش طبيعيه، وانت معتمد مينلي على الدهون، مينلي على الدهون والبروتين. حتى لما تيجي مثلا تعمل الفراخ وتعملها في زبده في سمنه، انا ما بقتنعش. صعب قوي، انا اصلا مش ببقى فاهمه الخلل اللي بيحصل للجسم. يمكن انت الوقت معاك يعني فعلا بيجري بسرعه جدا، بس انا لازم اسالك قبل ما نختم الحلقه عن رمضان، الرياضي في رمضان أوكي. يعني ايه الحاجات؟ طبعا الصيام، في ناس بتقول ان المجهود في الصيام احسن وبيرفورم بطريقه احسن، في ناس بتقول ان احنا لازم نهتم باكل معين في السحور عشان خاطر نوصل للبرفورمنس دي. انت بقى رايك ايه؟ انا مثلا في انا رايي في رمضان ده شهر الفورمه. اوكي. ده عندي مقوله، يعني ده شهر الفورمة. شهر الفورمه حلو، ده مفيش فيها كلام. انت دلوقتي عايز تعمل فورمه، رمضان بالنسبه لك فرصه كويسه جدا. ليه؟ انت عامل دلوقتي صيام متقطع غصب عنك. يعني انا دلوقتي بصوم، بفطر الساعه 5 مثلا او 5 ونص، وبفضل بفضل باكل لغايه الساعه نقولي 5 12 ساعه. انت عامل صيام متقطع غصب عنك 12 و12 وبتاخد عليه ثواب. طب انت عايز ايه تاني؟ طب انت عايز ايه؟ ففكره مثلا ان في اكل معين في السحور ده يفضل، علشان ده بيمد الجسم بطاقه. مثلا عندنا زي جبنه القريش مثلا. أوكي. جبنه القريش من ضمن الحاجات الكويسه جدا اللي فيها، عشان في حاجه اسمها كازين. الكازين ده بيفضل يتهضم في جسمك اراوند 8 ساعات. انا عارف ان في ناس كتير ما بتحبش جبنه القريش، بس عادي احنا ممكن نحط عليها مستردة، سلطه، وهكذا، حاجه تحليها يعني. بالظبط. زبادي، الفول، دايما نركز على الحاجات اللي فيها الياف مثلا، لان هي دي بتاخد وقت الجسم اكتر عشان ايه؟ عشان يهضمها ويمتصها. اوكي. فدلوقتي فبتفضل قاعده معانا لتاني يوم. بالظبط. يعني مش ثيوريتيكال سبيكينج، اكيد مش نفس الساعة. بس بالظبط، بس هي ستيل بتمد جسمك. مثلا الجبنه مثلا لو انا كلتها مثلا الساعه 4 مثلا، انت معاكي مثلا اراوند 8 ساعات قاعده جسمك قاعد بيابزورب ويمتص منها بيديك انرجي. فدي من ضمن الحاجات. حتى في الفطار العادي بتاعنا، يعني في ناس تقول لك الفطار ايه اللي ممكن الفطار اللي يخلينا صحيين ويخلينا عندنا نشاط. دايما ركز في الفطار او في السحور، يعني فطارك في اليوم العادي او في السحور، على دايما الحاجات اللي فيها الياف كبيره. لما تاخد الحاجات اللي فيها الياف وتمد جسمك بالطاقه دي، هتفيدك جدا على مدار اليوم. فطبعا رمضان فرصه كبيره جدا جبار. لاي حد. عايز اقول لك يعني رمضان عايز له فعلا، يعني انت لازم تجينا حلقة تانية، اتشرف طبعا ان انت تكون موجود معايا حلقة تانية قبل رمضان كده، نعرف الناس ايه اللي بيحصل وايه الحاجات اللي احنا المفروض نعملها عشان خاطر تخلي الصيام طبعا علينا خفيف لطيف. طبعا يعني كل سنة وانت طيب مبدئيا، رمضان كريم علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها. شرفتني ونورتني جدا جدا يا دكتور. ميرسي لحضرتك. شكرا يا رب. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا، اشوفكم ان شاء الله بكرة في حلقة جديدة من برنامجكم وبرنامجنا نهارك أبيض.